السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه كتجي لذيذه وسهله، كتوجد في وقت قصير بزاف. خليكم معايا نوجدوا الوصفه ديال الباستيشيو. اول حاجه غنديروا غنوجدوا الفريت. خديت ثلاثه البطاطات يكونوا كبار، قطعتهم رقاق، درتهم في الماء وزدت عليهم واحد معلقه ديال الملحه. نشوفوهم غير طلع عليهم الغليه كما تيبان لكم، ونطفيو عليها ونصفيوها. غناخذ مقله، غندير لها معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الزيت، وغنضيف الدجاج اللي قطعته قطع رقيقه. تقدروا تعوضوا الدجاج بالكفته او لدان فيمي. غنضيف دابا شويه ديال الملحه على حسب الذوق، شويه ديال البزار، والثومه محكوكه. غندوزو نوجدو دابا صلصة البيشاميل. في كاسرونة درت نص سيترو ديال الحليب، وضفت ليه مازال كاس ديال العلبة ديال الحليب، ثلاثة المعالق كبار ديال النشا. تيدفى لينا الحليب ونضيفو معلقة كبيرة ديال الزبدة. نقدرو نضيفو حتى الفرماج، واحد جوج فرماجات. أنا غنكتفي غير بهاد المقادير. نخلطو الكل جيدا، تيعقد لينا. كما كتشوفو دابا المقادير كلهم واجدين. كم عندي هنا فرماج حمر الكمية اللي بغيتو، الموتزاريلا، الدجاج اللي طيبت، البيشاميل اللي وجدت هي، والفريت هي اللي قليت وخليناها تتبرد. في هذه الوصفه غنخدم بهاد الطواجين اللي صغيورين كما كتشوفوا. تقدروا تخدموا باي مول عندكم، اللي ما متوفرينش عندكم مولات فرديين تقدروا تخدموا بمول كبير وديروا فيه المقادير كاملين. اول حاجه كما كتشوفوا درت الفريت، وغنضيف الدجاج. هاد الوصفه كتجي لذيذه بزاف، كنصحكم تجربوها ودغيا كتوجد. الا حرتو في العشاء اشنو غطيبو او الغدا، ننصحكم تجربوا هاد الوصفه، يعني ساهله دغيا كتوجد. غندير دابا شويه ديال البيشاميل كما كتشوفوا. في الاول غندير واحد الكميه قليله، غنجمع بها الخليط ديال الدجاج والفريت، وغنضيف شويه ديال الفرماج. كما كتشوفوا انا خلط دابا البيشاميل مع الدجاج والفريت. غنضيف دابا الموتزاريلا، الفرماج الحمر. يعني الا ما كانش متوفر عندكم فرماج ديال الموتزاريلا تقدروا تكتفيوا غير بالفرماج الحمر. وغنعاود ندير دابا صلصه البيشاميل من الفوق. ونضيف الفرماج من الفوق عاوتاني. هاد الوصفة كتعتمد بزاف على الفرماج باش كتعطيها اللذة والتعليكة. هادي وصفة إيطالية. غنبقى بحال هكا تنكمل الطواجين الصغيورين كاملين اللي عندي. ندخلهم دابا الفران اللي يكون سخون من قبل، نشعلو من الفوق ومن التحت، يذوب لينا الفرماج ويتحمروا لينا، ونخرجو ونقدمو بالصحة والراحة. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. كما كتشوفوا اللون الذهبي اللي كتاخذ ملي كتخرج من الفران. الوصفة رافقتها مع شلاضة والعصير ديال الليمون والبنان والفريز، عصير تيجي حتى هو لذيذ. كنتمنى الفكرة ديال اليوم ديال العشاء أو الغدا تكون نالت الإعجاب ديالكم، وتجربوا الوصفة كتجي لذيذة بزاف، كتعجب الصغار والكبار. وكنتمنى تدعموني، وما تنساوش ديروا ليا لايك وتخليوا ليا التعاليق. لعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله، وشكرا لكم على المتابعه. الى فيديو جاي ان شاء الله.